السلام عليكم يا أعضاء القناة، يا اللي الواحد ما يثقش فيكم أبدا. احنا مش اتفقنا؟ انا مش قلت لكم هعمل لكم فيديو اطمنكم على النيل وتروحوا تشتركوا في قناة جرائم امريكا؟ يقوم يشوف الفيديو اكتر من 6000، واللي يشترك في قناة جرائم امريكا اقل من 100؟ ايه زعيم اوانطانا ولا ايه؟ ولا يعني انا اطمنكم وانتم ما تعملوش حاجة؟ خلاص بعد كده مفيش تطمين. لعلمكم بقى، السد ده، سد النهضة، مش هيتهد. اثيوبيا هتبنيه وهتعمله 300 مليار. عارفين يعني ايه 300 مليار؟ وبعد ما يتملي 300 مليار هتعمل 4 سدود، وكل سد 300 مليار، والنيل هينشف بقى، ومش هيبقى فيه زرع في مصر، ولا هتلاقوا تشربهم، واثيوبيا هتحتل مصر. وابي احمد هيبقى هو ابي احمد هيحتل مصر والسودان، وهيضم اثيوبيا على مصر والسودان، ويعملها كده مملكه الحبشه، وهيحط هيركب زي هيلبس الزعبوط اللي هو السلطانيه ده، ويبقى هو السلطان بقى. طالما مش عايزين تشتركم، النيل هينشف. خلي عندكم شويه دم واشتركوا في القناه تاني. انا بقى انا بتعب بعد ما بعمل لكم الفيديوهات دي. ثم القناه الثانيه هتفيد الشباب الصغير اللي ما عندوش فكره عن امريكا. القناه الثانيه هتفيد الشباب الصغير اللي فاكر ان امريكا دي هي الجنه. لو فيكم دكتور عيون يقول لي لما بضحك عينيا بتدمع ليه، وحتى بتدمع من غير حاجه، يعني ممكن ابقى قاعد كده والاقي عيني دمعت لوحدها بدون سبب. والله ما اعرفش، انا رحت كشفت قالوا لي كبر سن. هو الواحد لما كبر سنه يكبر عينيه تدمع؟ يا عم انت لو بتاع يوم بيتفرج قول لي عينيه فيها ايه احسن. يمكن يكونوا دكاتره امريكا دول الحمير اللي بيفهموش. ما هي امريكا، انتوا فاكرين ان مصر بس اللي فيها جهله؟ تعرفوا ان امريكا اكتر من نصها جهله؟ اصل في ناس زعلوا مني لما قلت ان مصر فيها نسبه الجهل عاليه. الجهل موجود في العالم كله، الجهل موجود في امريكا. نص الشعب الامريكي جاهل، اللي هم بتوع الجمهوريين كلهم جهله، وسبب جهلهم هيدمروا بلدهم. يعني هم لو مش جهله كانوا انتخبوا ترامب. يعني ولحد النهارده عمالين يعملوا، عايزين يرجعوا ترامب تاني، وترامب عامل روسي بيشتغل لمصلحه روسيا ضد امريكا. هي فيها ميزه، يعني هو ترامب مضر لامريكا، لكن الحسنه الوحيده اللي في ترامب انه مفيد للعرب. يعني خدت بالكم؟ يعني انا كعربي وكامريكي اقول، لما افكر كامريكي اقول لا انا مش عايز ترامب لانه هيأذي امريكا، لما افكر كعربي كمصري اقول انا عايز ترامب لانه مفيد لمصر. يعني خدت بالكم؟ لكن الشعب الامريكان اللي هم مش عرب، مش اصلهم عرب، وبينتخبوا ترامب، دليل على انهم اغبياء، اغبياء غباء ما فيش بعد كده. يعني يسيبوا هيلاري كلينتون اكتر واحده صالحه تبقى رئيس لامريكا لمصلحه الامريكان، انا ما بتكلمش على مصلحه العرب، انا بتكلم على مصلحه الامريكان. هيلاري كلينتون اكتر واحده تصلح لرئاسه امريكا، وينتخبوا ترامب اسوء واحد يمكن يصلح رئيس لامريكا. لكن ترامب بصراحه لو كان موجود يعني كان هيضر امريكا، لكن كان هيفيد مصر ودول عربيه كتير، وخاصه مصر. يعني ترامب كان بيحب السيسي، تعرفوا الكلام ده؟ هو السيسي كان بيسميه ديكتاتور، ولكن كان بيحبه، كان بيقول عليه الديكتاتور المفضل. معرفش كان بيسميه ديكتاتور ليه، يمكن ما كانوش معرفينه ان ده منتخب. معرفش دخلوا في دماغه حكايه الديكتاتور ازاي، معرفش. يمكن ما عرفوهوش ان ده منتخب. المهم جات لي رسائل بالنسبه لما قلت الفيديو اللي فات، اللي انا قلت فيه ان نهر النيل هيتحول لمجرى ملاحي. في ناس قلقانه من الموضوع ده وخايفين ان السد العالي هيتهد. مفيش حد يقدر يهد السد العالي، ولا في اي حد يتكلم على هد السد العالي، لان المشكله في مجرى ملاحي مش مشكله السد العالي. دي في سدود، ده في سدود كتير. يعني في الوصله من بحيره فيكتوريا لحد ما توصل للبحر المتوسط في سدود كتير، وغير السدود في عقبات، في شلالات. يعني حكايه يعني السفينه مش ممكن تمشي مره واحده. هو المشروع ده اصلا الكلام فيه مش جديد. المشروع ده اتكلموا في الكلام فيه حصل لما مرسي كان رئيس، بدايه الكلام في تحويل مجرى نهر النيل لمشروع ملاحي للدول حوض النيل حصل ايام مرسي. ومع ذلك لو رحت الواحد بتاع جماعه الاخوان يتكلموا على الموضوع ده ويهاجموا السيسي على مشروع تحويل نهر النيل لمجرى ملاحي، مع ان الفكره جت في ايام مرسي. شفت الاخوان؟ يعني لو اديتهم ورده حمراء هيقولوا اخس ده اللون الاحمر ده وحش، ولو ريحتها حلوه يقولوا وحش ده ريحتها وحش. يعني الاخوان مهما تعملوها مش هيعجبهم. المهم ان بالنسبه للناس اللي قلقانه موضوع السد، مفيش حاجه اسمها حدش ابدا قال هد سد ولا هد اي سدود. هو وزير الري اتكلم عليها الاسبوع اللي فات، وقبل وزير الري من سنتين. يعني انا بقول لكم، قلت لكم ان من سنتين
في كلام على تحويل مجرى النيل لمجرى ملاحي، معنى كده ان النيل مش هينشف يعني بالعقل بالمنطق. اذا كانوا بيتكلموا اصلا من سنه 2013 والكلام اخذ الموضوع جه اتخذ بجديه سنه 2016 والتنفيذ حصل من سنتين، يعني معنى كده ان طول الوقت اللي فات واثيوبيا موقفه سد النهضه عشان عارفه ان 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 في مشروع ان النيل ده هيتحول لهيبقى مجرى ملاحي وان السد مش هيكمل. ولكن هي ليه اثيوبيا ما كملتش السد طول الفتره دي؟ لانها بتدور على طريقه تخرج باقل الخسائر. يعني اثيوبيا عارفه ان السد ده مش هيكمل ولكن ما تقدرش قدام عشان الشعب الاثيوبي، يعني لو ابي احمد اعترف قدام الشعب الاثيوبي ان السد ده لا يصلح ويتهد، الشعب الاثيوبي هيعلقه. فلازم يكون في طريقه خروج مناسبه. يعني هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ان ابي احمد يخرج من موضوع السد منتصر لكن السد هيتهد. المهم بالنسبه لموضوع تحويل مجرى النيل، زي ما قلت لكم الكلام فيه ده حصل ايام مرسي، وفي حديث تلفزيوني انا قلت لكم ايام مرسي قريت عنه لكن ما سمعتوش، قريت عنه في الانترنت، لكن في حديث تلفزيوني حصل في ديسمبر سنة 2016، ديسمبر 2016 ده كان السيسي كان رئيس منتخب، اللي اتكلم باسم الحديث ده اسمه وليد حقيقي متحدث باسم وزارة الرأي، كان بيتكلم على المشروع بأكمله ديسمبر 2016. عشان كده بقول لكم يعني بعد سنة ونص من ماضي الاتفاقية، عشان كده قلت لكم المرة امبارح لما السيسي مضى على اتفاقية المبادئ كان عارف ان السد هيقع، عشان كده ما اهتمش بالمبادئ لانه كان عارف ان السد هيتهد، فمش في دماغه، هو كل في دماغه يعني يكبر الجماعه بتوع اثيوبيا ايا كان هيكون الرئيس ساعتها. يعني طبعا في الفتره دي كانت امريكا بتجهز في ابي احمد، لان امريكا ما حطتش ابي احمد في يوم وليله، تلاقي بقى لها 10 سنين بتصلح فيه وبتظبط فيه، ولا يمكن حتى 20 سنه بتظبط فيه. يعني تخيل، يعني عشان امريكا تحط صدام في الحكم خلته قتل عبد الكريم قاسم وهو عنده 17 سنه. يعني امريكا عملت صدام اخذته وهو عنده 15 سنه على ما عملته رئيس. يعني امريكا لما بتجند واحد بتجنده، يعني بتقعد بتجنده من صغره، فامريكا مجنده ابي احمد من صغره، فعارفه يعني 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 موضوع السد ده انه هيتهد معروف من قبل ما السيسي يمضي اتفاقيه المبادئ انه السد هيتهد. يعني المهم لو كلام كبير على بعض الناس مش فاهمين انا بقول ايه، اللي عايزكم تفهموه ان النيل مش هينشف، وان وزير الري الاسبوع اللي فات اتكلم على ان تحويل مجرى النيل لمجرى ملاحي، ولكن اللي هيحصل ايه؟ يعني هو قال ان هيبقى مجرى النيل هيبقى مجرى ملاحي، يعني النيل هيتوسع من بحيره فيكتوريا لحد ما يوصل لسد اسوان، يعني هيوسعوا فيه لان فيه طول الطريق ما النيل ضيق. يعني مثلا في جنوب السودان النيل مساحه الاتساع بتاعه متر ولا مترين، فيعني لسه في مشاريع كتير للمشروع ده، يعني النيل هيتسع، النيل الابيض بيتكلم عن النيل الابيض، واحتمال كبير لو اثيوبيا هتشترك هتوسع جزء من النيل الازرق لو عايزه تمشي السفن بتاعتها في النيل الازرق بحيث تخش، واثيوبيا اشتركت. وبرضه النيل الازرق نفسه اللي هو دلوقتي بيتخانقوا عليه برضه هيتوسع هو كمان علشان يمشي فيه سفن توصل لبقيه الدول، يعني لازم لان النيل الازرق ضيق فلازم يحصل توسعات. عشان كده وزير الري قال الموضوع ده ياخد له 10 سنين 20 سنه، مش حاجه مش تاخد وقت، مش بالبساطه يعني. وكلام الوزير قال ايه؟ هيكون في المجرى الملاحي جنب منه خط طريق سريع، جنب منه خط قطر، وبعدين بقى فيه الخدمات اللي على الطريق بقى. فعلى كلام وزير الري يعني المسافه اللي هي ما فيهاش سدود السفن تمشي في الميه، وبعدين لو قبلها سد او قبلها اي مشكله في الميه ما السفينه ما تقدرش تمشي، فالبضائع هتتفرغ من السفن في القطر او في عربيات وتعدي الحته اللي هي مسدوده دي، وبعدين تتعبى في سفينه ثانيه تكون واقفه بعد السد مثلا وهكذا. لكن مش السفينه هتمشي، يعني وزير الري قال السفينه مش هتمشي مره واحده من بحيره فيكتوريا للبحر الابيض، لا هي ما فيش طريق انها تمشي فيه مره واحده. عشان تمشي فيه مره واحده مش هيهدوا بس السد العالي، هيهدوا سدود كتير. يعني ما افتكرش ده ممكن يحصل، يعني لا ما افتكرش انه اصلا ممكن يحصل مره واحده، هو هيوصلوها باوروبا بالتدريج زي ما انا قلت. يعني البضائع بتاعه دول حوض النيل، يعني وزير الري قال ان جنوب السودان بيكون فيها مانجا، مزارع مانجا، المانجا بتبوظ لان ما بيعرفوش يبيعوها. لو في
لان ما فيش طرق. لو في سفن تمشي في المياه كان ممكن يوصلوا المانجا دي لمصر. ومش بس كده يعني المزرعه الزراعه بصفه عامه يعني هيستخدمهم البحر. يعني انا هسمعكم عشان تعرفوا ده مش كلامي. الاول هسمعكم الفيديو اللي هو بتاع وزاره الري بتاع سنه 2016 وده بتاريخ ديسمبر 2016 اللي اتكلم فيه واحد اسمه وليد حقيقي وليد حقيقي. وبعد كده هسمعكم فيديو وزير الري. خليكم معايا شوفوا الفيديو الاولاني الاول. وزاره الموارد المائيه والري واستمرارا لقيام وزاره الموارد المائيه والري بتنفيذ انشطه المرحله الاولى من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي والذي يربط ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل، وكذلك تنفيذ برنامج للتدريب المتخصص في مجال تكنولوجيا النقل النهرية، وذلك ضمن المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى وزارة الموارد المائية ومويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير. للمزيد من المعلومات عن نشاط وزارة الموارد المائية والري وهذه الأنشطة ينضم إلينا هاتفيا الآن المهندس وليد حقيقي وهو المتحدث باسم وزارة الري. باشمهندس وليد تحياتي لحضرتك. أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع وهذه الأنشطة في وزارة الموارد المائية والري. الحقيقة المشروع مشروع طموح جدا ومشروع ضخم جدا في نفس الوقت يمثل سوريان، يعني بيحول النيل السوداني الحياة فعليا ما بين دول حوض النيل بشكل عام. يعني كان يمكن في زيارة السيد الرئيس برضه لأوغندا الأسبوع الماضي كان تم حديث مع الرئيس الأوغندي حول هذا المشروع في ممر التنمية لدول حوض النيل. الحقيقة الفكرة بتاعة المشروع إن هو يربط ما بين بحيرة فيكتوريا وما بين البحر المتوسط ملاحية، يحول نهر النيل إلى مجرى ملاحي. وده هيدي فرصة للدول الحديثة اللي ما لهاش مواني على البحار زي اوغندا والكثير من الدول الافريقيه في خطوط البحر الافريقيه فيها ممر توصل بيه للبحر المتوسط ومنه الى اوروبا وباقي دول العالم. وطبعا ده هيتحول مش بس ممر ملاحي انما هي برضه هيبقى فيه تنميه حوالين هذا الممر الملاحي سواء كانت طرق سكك حديد واخرى من 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 من, من هذه التنميه المتوقعه في المستقبل ان شاء الله. الحقيقه برضه خلينا نقول الوضع الحالي احنا في دراسات مرحله دراسات الجدوى لهذا المشروع ودي منحه مقدمه مموله من البنك الافريقي للتنميه. اللي بيتم في هذا الاطار هو يمكن الاهم هو موضوع التدريب اللي هيتم ليه عدد 20 متدرب من دول حوض النيل على موضوع النقل النهري ولوجستيات النقل النهري. ويمكن في هذا الاطار تم توقيع يمكن مصر ليها خبره طويله في هذا الموضوع برضه فتم توقيع بروتوكول ما بين الوزاره قطاع مياه النيل في الوزاره وبين هيئه النهري المصريه ومعها شركاء اخرين زي الاكاديميه العربيه للبحري زي بعض المعاهد البحريه المتخصصه عشان تقديم هذا التدريب ل 20 متدرب متخصص من دول حوض النيل. ان شاء الله في فبراير 2017 سيتم عمل هذا البرنامج التدريبي لرفع قدرات هؤلاء المتخصصين في موضوع النقل النهري طبعا تقريبا للمستقبل او هذا المشروع في المستقبل ان شاء الله. هل من تحديد مده زمنيه لانهاء هذا المشروع؟ هو ده المشروع هي مشروع ضخم احنا في مرحله دراسات جدوى دلوقتي يعني عشان الاستثمارات المتوقعه فيه هي استثمارات كبيره جدا فلابد من دراسات جدوى مستفيضه عشان نقدر نحدد مدى جدوى هذا المشروع والسقف الزمني. يعني اتوقع احنا بنتكلم على سنه ولا اثنين بنتكلم على هي يعني مشروع قد ياخد 10 ل 20 سنه ولا حاجه مشروع كبير ضخم هيتم على مراحل بالتاكيد بس عشان كده دراسه الجدوى تحدد لنا المراحل اللي نبدا بيها ايه بحيث نقدر نعمله على زي ما على فيزا على مراحل ان شاء الله. هل تم تحديد المراحل؟ زي ما بقول حاجه ده جزء من دراسه الجدوى احنا في مرحله دراسه الجدوى اذا يعني دراسه مبدئيه لم يتم تحديد يعني بعض التفاصيل لديها. يعني كان في دراسه ما قبل الجدوى بنسميها حضرتك بتكلم على فوق المليارات فانا قدام من عدد يعني الكثير من دراسات الجدوى عشان اتاكد من جدوى هذا المشروع. بشكل عام في بقى مقياس لهذا المشروع الضخم لانه في الاخر زي ما قلنا بيمثل سوريان للحياه داخل الحوض انما لابد من دراسه الجدوى تحدد بالتاكيد هنمشي ازاي على اي مراحل هنبدا بانهي مراحل ودي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي مع البنك الافريقي للتنميه. باشمهندس وليد يعني بعيدا عن هذا المشروع الضخم والذي نترقبه باذن الله في السنوات القادمه اريد ان استغل وجودك معنا في الاطمئنان عن استعدادات وزاره الموارد المائيه والري. يعني الفيديو اللي فات ده دليل على ان المشروع ده مشروع قديم مش مشروع جديد. فعشان كده كنت بتعصب لما كنت بسمع عباس شرائي ولا علاء الظواهري يتكلم على ان سد النهضه مش مشكله يفضل موجود وهم عارفين انه هيتهد هم عارفين ولكن يقولوا مش مشكله يفضل موجود. اذا كنتوا انتوا عارفين بدليل انكم من سنين بتتكلموا على ان نهر النيل هيبقى مجرى ملاحي واثيوبيا مشتركه، طب ازاي اثيوبيا هتشترك الا عن طريق النيل الازرق؟ بمعنى كده النيل الازرق مش ممكن ينشف
بل بالعكس لازم توسعه عشان السفن تمشي فيه. فهو ده اللي كان بيعصب، انهم عارفين الحقيقه ولا بيقولوهاش. عشان كده لما الجماعه بتوع القنوات الثانيه بينقلوا اخبار الجرايد بيعصبوني، بقول لهم انتوا مش فاهمين حاجه، مش كل مش اللي الجرايد تقولوا تنقلوه، لازم تشغلوا مخك شويه. وغير كده هسمعكم الفيديو بتاع وزير الراي الحالي عبد محمد عبد العاطي، وهو اسمعوا الفيديو كله من اسم الاسبوع. يعني زي ما الراجل زي ما قلت، الراجل بيقول الحته المسافه المايه فيها حلوه هتمشي، مايه سالكه السفينه هتمشي، لو في سد السفينه هتتنقل تريلات ولا للقطر، والمسافه قصيره وتعدي السد تلاقي سفينه ثانيه وهكذا. وده هيستخدم لخدمه دول حوض النيل، يعني عشان يوصل دول حوض النيل بعضها ببعض ويحصل تنميه لكل دول حوض النيل. ودي مش بس مصر اللي هتستفيد، كل دول حوض النيل. والراجل كمان بيقول انك ممكن تروح سياحه في المركب من مصر لحد تنزانيا، يعني هيفتح حوض دول حوض النيل على بعض. المشروع ده كان لازم يحصل من زمان، يعني كان المفروض مبارك يعمله، يعني المشروع ده كان المفروض مبارك يعمله، كان المفروض السادات يعمله، لكن كل يعني كل زمن وله اهو جه السيسي اللي هيعمله. ولما تسمعوا بتاع المنصه ينتقد المشروع ده، قول له ان المشروع ده حدث الكلام فيه يا مرسي، المشروع ده بدايه الكلام فيه حصلت ومرسي رئيس، علشان الاخوان بينتقدوا المشروع ده، يعني حاجه غريبه. اسمعوا كلام الفيديو اللي جاي بتاع الدكتور محمد عبد العاطي عشان تعرفوا ان ان موضوع النيل ده عمره ما هينشف، وان كل الهرجله اللي بتحصل بسبب السودان، لان زي ما قلت لكم ما ينفعش هددان سد النهضه الا بري. يعني هو كل ممكن يحصل ان مصر تضرب السد الجوي بحيث تعطل السد، زي ما انا قلت قبل كده في فيديو قديم ان مصر هتضرب السد من احدى من جهه من الجهتين، من فوق الفتحه في فتحتين بينزلوا ميه، هتضرب السد من ناحيه من الناحيتين من فوق فتحه من الفتحتين، بحيث ان الميه تنزل من البحيره على النيل الازرق على طول. ولكن ما تقدرش مصر تدمر السد كله بالطيران، زي ما قلت قبل كده تخاف ان حجاره السد تسد النيل الازرق. فلازم يكون في ناس جنود على الارض، لازم احتلال بني شنقول علشان السد ده يتهد. هو ممكن يخرج عن الخدمه، يخرج عن الخدمه بضربه عسكريه بحيث ان ما يبقاش في ميه في بحيره السد، الميه كلها تنزل وتجنى. ده ممكن الطيران يعمله، لكن فككان السد كله لازم يحصل بهجوم بري. هجوم بري محتاجين السودان، هي دي المشكله، السودان هي المشكله، لانهم مش عارفين يتفقوا مع مين. وهو ده اللي خلاني فكرت امبارح ان ولايه النيل الازرق ايه اللي خلاها انفصلت في الفتره دي؟ يعني ده مش وقت ابدا ان ولايه تنفصل عن السودان، مش وقته. يعني بلد فيها حرب وتيجي تنفصل ولايه من اهم الولايات، الولايه اللي هي هتموت لو السد ده وقع، هياخد اول حاجه ياخدها النيل الازرق في وشه. يعني ده اللي خلانا والجماعه بتوع النيل الازرق عندهم انتماء كبير لاثيوبيا لابي احمد. علشان كده انا يعني تفكيري انا الشخصي ان ممكن يكون القائد بتاع ولايه النيل الازرق ده هو عمل، يعني الحكومه السودانيه اعطت النيل الازرق انفصال علشان الجيش المصري يخش اثيوبيا من النيل الازرق وتبقى السودان في الامان. يعني ده تفكيري، يعني ده تفكيري. في كمان بتجي لي رسائل دايما الناس يقولوا لي انت بتتكلم ومالكش مصدر. ليه؟ انتم في مصر متعودين لما واحد يقول لكم على اي معلومه يقول لكم الجريده الفلانيه قالت الاعلام الفلان، يعني متعودين الناس تقول لكم على معلومات بينقلوها عن معلومات. يعني انا سمعت قناه بتنقل الاخبار وكل الاخبار اللي يقولها يقول مش انا اللي قلت، ده الجريده الفلانيه، مش انا اللي قلت، ده الاعلام الفلاني، زي ما يكون مش من حقه انه يفكر. يعني انا بستغرب للثقافه دي. ليه دايما لما بقول لكم على معلومه تقول لي مصدرك ايه؟ يعني ايه مصدرك ايه؟ هو انا ما ينفعش ابقى مصدر؟ يعني هو المصدر ده هو ايه؟ هو المصدر ده مش بني ادم؟ البني ادم ده مش له مخ وبيفكر؟ طيب هل مصر ما فيهاش بني ادمين بتفكر؟ يعني ما ينفعش راجل مصري حتى يكون مش متعلم ويكون فاهم القضيه اكتر من السياسيين اللي في البرلمان؟ مش 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 دايما تقول مصدرك ايه؟ يعني في حاجة بيقول لك كل التفاح وهتاكل التفاح ولا هتعد الشجر، خد المعلومة وخلاص، والوقت اللي هيثبت إذا كانت صح ولا غلط. المعلومات اللي أنا بقولها لكم لو كان ليها مصدر فده مصدر أنا سمعت عنه من فترة، وطبعا بس مش هسجل المصدر، مش هفتكر أنا سمعتها إمتى وفين ومين اللي قالها، لا سمعتها وخلاص، ما اهتمتش بيها لأن ما كنتش عامل حساب إن هيجي يوم أتكلم عنها.
ولكني عارف المعلومة. يعني مثلا زي موضوع صدام حسين، أنا عارف أن صدام حسين ده جاسوس أمريكاني من سنة 91، وأنا عارف أن صدام عميل أمريكاني. هل أنتوا سمعتوني اتكلمت عن موضوع ده من سنة 91؟ صحيح، بعت لإبراهيم نافع جواب، كان هنا زمان في سنة 91 كان المسؤول عن جريدة الأهرام واحد اسمه إبراهيم نافع، أكيد أنتوا عارفين الاسم ده، كان موجود هنا في أمريكا، الأهرام لها مكان هنا في نيويورك. بعت جريدة الأهرام قلت شرحت لهم الوضع، قلت لهم أنا شاكك إن صدام حسين ده جاسوس عميل أمريكاني، بدليل إن الصواريخ اللي رماها على إسرائيل ما فيهاش أي متفجرات، وبعدها بشهر إسرائيل أمريكا أعطت إسرائيل شبكة صواريخ باتريوت، اللي استفاد من صواريخ صدام هي إسرائيل. فعشان كده بقول لهم أنا شاكك إن صدام ده عميل إسرائيلي. سنة 91 إبراهيم رافع رد عليا وقال لي إحنا ما نقدرش ننشر الكلام بتاعك لأن أنا مش مقتنع بكلامك. قلت له يا أستاذ إبراهيم بالعقل بالعقل بالعقل، ليه صدام يبعت 39 صاروخ فيهم رؤوس يعني حجارة ما فيش متفجرات؟ كان رد قال له ده مش شغلي، لكن ما قدرش أنشر المقال بتاعه. فأنا من 91 وأنا عارف أن صدام ده عميل، ما اتكلمتش لحد ما جت الحرب وشفته إزاي سلم العراق لأمريكا بدون حرب، احتل الكويت. طب ليه احتل الكويت؟ علشان الكويت ما كانتش ماضية معاهدة دفاع مشترك مع أمريكا، ما كانتش ماضية، عشان كده احتل الكويت، عشان غصب عنها الكويت تمضي معاهدة دفاع مشترك عشان أمريكا تاخد 25% من بترول الكويت. حرب إيران 10 سنين، حرب إيران عشان يضعف إيران، لأن إيران كانت هي عقلة زور أمريكا في الخليج ولحد النهاردة. يعني صدام حسين من ساعة ما مسك العراق وهو نفذ كل حاجة أمريكا عايزها. وغير كده أنا طبعاً كل شوية يعدم شوية ناس. اللي بيحصل إيه؟ وهي دي السياسة الأمريكية، يعني أمريكا هي اللي بتحمي صدام حسين، ولكن ما بتقولش بحمي بالضبط زي إسرائيل ما بتحمي حماس وما هي عاملة حماس. يعني أنتوا مصريين عارفين ومتأكدين إن حماس صناعة إسرائيلية، نفس الفكر زي ما حماس صناعة إسرائيلية، الخدمات اللي حماس بتقدمها لإسرائيل زي الخدمات اللي صدام قدمها لأمريكا. فاللي بيحصل إيه علشان صدام يفضل رئيس؟ أمريكا بتقول صدام ده العدو بتاعنا، ويا جماعة يا عراقيين أي حد عايز يعمل انقلاب على صدام حسين اتصلوا بينا وإحنا هنساعده، فاهمين؟ فيروح طبعا جاي شوية قادة في الجيش عايزين يعملوا انقلاب على صدام، يتصلوا بأمريكا على أساس أن أمريكا تساعدهم، وأمريكا تفضل تساعد فيهم شوية في الأول لحد ما تعرف أسماء كل اللي عايزين يعملوا انقلاب وتروح عاطية الأسماء لصدام، يروح صدام عدمهم. فهمتوها؟ فهمتوا أمريكا بتشتغل إزاي؟ ومن هنا فضل صدام في الحكم. ومش بس كده، كل أسرار الدول العربية كانت أمريكا تقولها لصدام. يعني تلاقي مثلا لما صدام يحصل يروح اجتماع القادة العرب، القادة كلهم بيخافوا منه. ليه؟ لأنه عارف أسرارهم. طب عارف أسرارهم منين؟ هو بيقرأ الكف، أمريكا بتقوله، إسرائيل بتقوله. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ نفس الشيء اللي حماس وإسرائيل بتعمله مع حماس. يعني لما حماس إسرائيل صنعت حماس عشان تقضي على فتح. لو أنتوا فاكرين الناس الكبار إن قبل حماس كان في فتح، وأيام منظمة فتح كان يوميا في أتوبيس بينفجر في إسرائيل، كانت العمليات الانتحارية يومية بصفة يومية، فاهمين؟ يومية. يوم حماس جت بدأت ترمس إسرائيل بالصواريخ، طبعا منظمة فتح قالت هننضم بقى لحماس لأن حماس عندها الصواريخ. منظمة فتح ما يعرفوش إن حماس صناعة إسرائيلية، ما يعرفوش إن الصواريخ دي صواريخ من إسرائيل وصواريخ بتنزل في أماكن فاضية في إسرائيل. ومن هنا فتح انضمت لحماس، وحماس عرفت كل حاجة عن فتح، وحماس بلغت إسرائيل بأماكن قيادات فتح وقتلتهم واحد واحد. اللي متابع القضية الفلسطينية هيلاقي إن كل قادة فتح اتقتلهم واحد واحد. عن طريق مين؟ عن طريق حماس. حماس نقلت أخبارهم وأماكنهم وعناوينهم لإسرائيل، وإسرائيل قتلتهم. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ وبعد كده حماس منعت أي عمليات تفجيرات في إسرائيل. يعني حماس بتحمي إسرائيل. ولكن الحظ الحلو إن السيسي بصفته رئيس جهاز مخابرات حربية كشف الكلام ده. كشف. زي ما كان ليه؟ إيه اللي خلاه كشف؟ لأنه أصلاً السيسي كشف الدكتور مرسي الله يرحمه بقى لما كان عايز يقتل ال 15 عسكري علشان يشيل السيسي. انتوا فاكرين في 15 عسكري حماس خطفتهم بامر من مرسي وكانوا وين يقتلوهم
يوم مرسي يجي قدام الشعب ويقول السيسي مش عارف يحمي البلد هشيل السيسي. لكن حظ مرسي الوحش ان السيسي كان بيتصنت عليه وعلى مكتب الارشاد وعلى حماس وعنده التسجيلات كلها اللي تبين ان السيسي ان مرسي عميل ومكتب الارشاد عملاء وحماس عملاء ومتفقين مع اسرائيل. يعني السيسي عارف كل حاجه، وعلشان كده مرسي ما قدرش يشيله، ما قدرش. لا لو شاله السيسي هيسمع الشعب التسجيلات، الشعب هيعلق مكتب الارشاد من كل اعضاء مكتب الارشاد في السقف. يعني لازم، انا عايز الناس تفهم. انا بقول للشعب، الناس اللي بيسمعوني اسمعوا وتعلموا، وبلاش حكايه مصدرك ايه شغله. مصدري مخي. شغلوا مخكم شويه، شغلوا مخكم. كل حاجه مصدرك ايه. انا بقول لكم كلام مخابرات. المهم انا اديتكم فكره على كون استفدتم. اسمعوا وزير الري بيقول ايه، علشان بعد كده محدش يجي يقول لي مصدرك ايه. وعايزكم تخلوا عندكم شويه دم وتروحوا تشتركوا في قناه جرائم امريكا، اللينك هتلاقوه تحت الفيديو ده. 6000 بيشوف الفيديو، 6000 مشترك. والا انا هكلم ابي احمد واقول له اعمل السد 300 مليار اهو. هقول له يا احمد اعمله 300 مليار. ما هو هيجي امريكا بعد 3 اشهر، هيجي هو والسيسي وكله، هقابلهم كلهم. اقول له ابي احمد الناس عندي في القناه ما اشتركوش في قناه جرائم امريكا، فاعمل السد 300 مليار عشان يسمعوا كلامه بعد كده. هيقول لي حاضر يا مستر جلاد، اي خدمه. اتفرجوا على الفيديو، تصبحوا على خير. دول حوض النيل زي جنوب السودان، زي رواندا، زي بروندي، زي اوغندا، زي اثيوبيا، لما بنيها منفذ على البحر من خلال النهر، يبقى دوت انجاز كبير قوي لربط الدول ببعضها. وهو مشروع ممر تنموي. بمعنى ايه؟ ان انا بعمل بحول نهر النيل لنهر ملاحي، وبالتالي يبقى في تجاره بينيه زي نهر الراين، زي الانهار اللي هي بتربط الدول سواء تجاريا او معيشيا. بحوله لممر ملاحي، وجنبيه بعمل طريق سريع، بجنبيه بعمل خط سكه حديد، بجنبيه بعمل خط نقل كهرباء، بعمل شبكه خط سريع لنقل المعلومات. يبقى انا بعمل تنميه كامله. نتخيل احنا شكل الدول اللي هيمر بيها الممر الملاحي دوت بعد انشائه، قيمه الارض وقيمه التنميه اللي ممكن تحصل فيها. فاحنا لما بنفكر في التنميه، بنفكر التنميه لدول، لكل دول حوض النيل، وليس استئصارا بنفسنا، ولا بنفكر في عمل احادي اناني يفيدنا احنا بس، ولكن احنا بنفكر في دول حوض النيل. دول حوض النيل اغلبها عندهم مشاكل في الكهرباء، عندهم مشاكل في تصدير المنتجات. لو اتكلمنا على جنوب السودان مثلا، انا مشيت في مسافه طولها 80 كيلو من جوبا لحد منجلة، مزارع مانجا، مش مزارع، غابات مانجا، وبتقع وتترمي وما تلاقيش حد ينقلها بسبب النقل، بسبب مشكله النقل. المانجا دي بتفقد، ولا عندهم تصنيع للمانجا دي، ولا عندهم اسواق يصدروا فيها المانجا نتيجه صعوبه التنقل، ان هي منطقه ارض حديثه. فنتخيل لو هو في ممر ملاحي في جنوب السودان، كل المحاصيل اللي هي بتطلع طبيعي، اللي هي المحاصيل الاستوائيه زي الاناناس، زي الباباي، زي الباشون، زي الجنزبيل، كل دي محاصيل استوائيه هتبقى اساس، واحنا محتاجينها في مصر. هتتنقل عن طريق الملاحه النهريه بطرق نقل رخيصه، وبالتالي يبقى في تنميه للتجاره والصناعه، ونسهل حياه الناس في دوله زي جنوب السودان وزي اوغندا عندهم مشكله تنقل الناس. يعني دلوقتي بحيره فيكتوريا مناسيب عاليه عامله مشاكل في المناطق اللي حواليه. فكل دي لما نعمل ممر ملاحي هيسهل الدنيا على الدول، هيعمل ترابط بين الشعوب، السياحه النيليه لما واحد ياخد مركب من اسكندريه يروح بيها فيكتوريا هتبقى متعه. يعني المتعه بتاعت السياح او حلم للناس في كل العالم ان هو ياخد المركب من الاقصر لاسوان عشان يشوف الاثار. فما بالنا لو راح لحد بحيره فيكتوريا وشاف النيل وعاش الطبيعه مع الناس وتنوع الناس وتنوع الحضارات، كل دي بتبقى حاجات مهمه. فاحنا لما بنفكر في مشروع، بنفكر في مشروع لصالح الدول كلها. والحمد لله يعني في اجماع من الدول على الاشتراك في المشروع، حتى اثيوبيا. يعني اثيوبيا ما كانتش جزء في المشروع دوت، ولكن طلبوا ان هم ينضموا لمشروع الربط الملاحي دوت، والدراسات اللي هي ما قبل الجدوى بتاعته خلصت، وان شاء الله في انتظار دراسات الجدوى. بس في مصر هنا احنا شغالين على ان احنا تنفيذ هذا المشروع. بمعنى ايه؟ جوه مصر احنا عملنا قناطر اسيوط فيها هاوسين، قناطر نجع حمادي فيها هاوسين، قناطر اسنا فيها هاوسين، وبالتالي انا بجهز نفسي لتنفيذ في الطريق اللي هو الربط مع السودان، طريق البري، في طريق السكه الحديدي اللي وجه به الرئيس بتنفيذه دلوقتي. وزاره النقل شغاله بجديه في تحديد المسار دوت مع الايقاف في السودان، وانتهى من دراسات الجدوى، بحيث ان انا اوصل بخطوط السكه الحديد ديت يبقى انا في ربط كهربائي بيننا وبين السودان. فكل دي ادوات ان احنا بنتكلم على ممر التنميه اللي احنا بننفذه فعليا، عملناه جوه مصر، وبالتالي بنشتغل مع السودان دلوقتي، ومن السودان نبتدي ننطلق لبقيه الدول. فانا لما اتكلم على تنميه، لا ده بتكلم على تنميه
شامله للدول. احنا عايزين نقلل معدلات الفقر عندنا وعندهم، عايزين يبقى فيه تجاره، عايزين يبقى فيه تعاون، عايزين يبقى فيه صناعه، عايزين يبقى فيه زراعه، يبقى فيه اسواق مشتركه. كل دي احلام بس ما يعني لا تنفذ بالاقوال ولكن بالافعال، والافعال احنا على الارض شغالين. يعني مصر اخذت خطوات كبيره بتنفذ. هو المنفذين اللي مع السودان كوستل، والمنفذ الثاني اشكيل دوت، ما هو دوت منفذين اتنفذوا دلوقتي. معدل العربيات اللي تيجي من السودان كل يوم اكتر من 100 اتوبيس بيعبروا. ان احنا نروح ابو سمبل دلوقتي تشوف المقطورات وتشوف الناس اللي في ابو سمبل اتعمرت بسبب المعبرين دول. ف يعني نتخيل معبر بس للتجاره حرك مدينه كامله وعمل فيها انتعاش، وبقى اتعمل استراحات وتعمل ريست هاوس وتعمل محطات بنزين وتعمل محطات ميكانيكا عشان الاصلاح. كل دي انتعاش لمدينه جوه السودان. نفس العمليه هينعش حاجات تانية تخدم على النقل بتاع الافراد وبدائل بتاع البضائع. احنا بنشوف يعني لو شفنا الاخوه السودانيين هتلاقي في ديهم اماكن للتجمعات للاوتوبيسات دي في القاهره وفي غير القاهره وفي اسوان. يا اما بيجي من السودان لاسوان وبياخد القطر للقاهره او لاي حته في مصر، او العكس بيجي بالاوتوبيس لحد القاهره سواء جاي بقى لزياره اسره او للدراسه او للسياحه او للتجاره. كل ده مفتوح. فترابط الشعوب بيجي بالافعال. يعني احنا نقدر نقول ان مشروع الممر الملاحي هيربط دول حوض النيل باوروبا؟ لا، خلينا الاول نربط دول حوض النيل ببعضها. دي مرحله. وصلنا للبحر المتوسط بقى يبقى ربطنا باوروبا بقى. ممكن يعني مرحله ثانيه. لا، خلينا الاول نحلم جوه دول حوض النيل، نحقق الربط، بعد كده ننقل بقى. هيبقى سهل الربط مع اوروبا. الملاحي ده هيساعد في التعاون الزراعي اكتر مع دول افريقيا على اساس نقل، نقدر ان احنا نعمل استثمارات في دول افريقيا كتيره. فتح الباب لده، وده هيبقى مصالح مشتركه الحقيقه وعائد مشترك كبير في نقل السلع الغذائيه او الزراعه او كده. بالظبط. واحنا بنتكلم عن دول حوض النيل، يعني محتاجين من حضرتك توضح لنا وتوضح للمشاهدين اليوم السابع ايه المشروعات اللي مصر بتنفذها في دول حوض النيل، في جنوب السودان، في اوغندا، في اثيوبيا. هي في مشروعات بننفذها في كل دول حوض النيل تقريبا. مشروعات حفر ابار ميه شرب، لان في شوف الدول ديت بالرغم ان هي غنيه في المياه جدا انما عندهم مشاكل في اداره المياه. فاحنا بنساعد اغلب الدول في اداره المياه، في حفر ابار ميه الشرب، في الحمايه من الفيضانات. يعني احنا عندنا في مقاطعه اسمها كاسيسي في اوغندا عملنا فيها مشروع حمايه من الفيضان، وبالتالي ده ليه تاثير على المجتمعات المحليه. بنعمل احنا قلنا سدود حصاد امطار، ازاله الحشائش. احنا عملنا اكبر مشروع في العالم لازاله حشائش بحيره فيكتوريا، ده اتكلف حوالي 25 مليون دولار. وبعد كده ابتدوا يطلبوا معونات ان احنا نعمل كيوجا والبرت، لان الحشائش بدات تخش هناك. ابتدينا نعلم الناس هناك اللي ساكنه حوالين البحيرات ديت ان ازاي من مصلحته ان هو يشيل الحشائش دي، لان بياخدها وبيولد بيها بايوجاز كطاقه يطبخ بيها وينور.